أحبائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيحي والمجتمع. اليوم أحبائنا المشاهدين نتابع حلقتنا عن التعايش مع فيروس الكورونا، Living with Coronavirus. النهاردة ثالث جزء من حلقتنا عن هذا الموضوع. في أول جزء تحدثنا عن المرض وتحدثنا عن أعراضه وتحدثنا عن خطورته وعن طرق العلاج، وتحدثنا أيضا عن اللقاحات والأمصال اللي هتظهر في المستقبل. أجبنا على كثير من الأسئلة في هذا الأمر. أيضا تناولنا بعد ذلك التأثير السياسي للكورونا، ورأينا كيف أن الكورونا أصبحت عامل مهم في سياسات الدول، وللأسف أنها أصبحت في أمريكا هنا لعبة سياسية تتبادل فيها الأطراف الاتهامات ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. ووصلنا إلى نتيجة أن جراء هذا التبادل في الاتهامات أنه في ناس أصيبت بهذا المرض، واتسع نطاق المرض في الولايات المتحدة وأصبحت الدولة الأولى في العالم لعدد الإصابات، ربما نتيجة أنها الدولة الأولى في الفحص، لكن أيضا ارتفع عدد الوفيات. في الجزء التالي تحدثنا عن التأثير الاقتصادي لفيروس الكورونا، وتحدثنا كيف أن الكورونا تؤثر على اقتصاديات الدول، وبالذات في الولايات المتحدة وفي مصر وفي كل العالم. تأثر العالم واقتصاد العالم وحدث هبوط شديد في الاقتصاد العالمي، لكن أيضا كانت هناك صورة مشرقة أعطتها لنا الأستاذة ليلى بينس الخبيرة في الشؤون الاقتصادية، وقالت لنا أنه في الوقت الحالي في كثير من الناس معهم ادخارات أكتر لأنهم جالهم فلوس من الحكومة ولكن ما بيصرفوش بنفس الطريقة، وكان ده واضح تأثيره على الستوك ماركت اللي بيعلى، السوق التجارية المالية اللي بتعلى إلى الآن بطريقة لم نشهدها من قبل. فالصورة ليس قاتمة بالتأكيد 100%. كل هذا معا يدعونا إلى حلقتنا اليوم التي نتحدث فيها عن التأثير السيكولوجي والنفسي لفيروس الكورونا والتعايش معه علينا جميعا، على العالم، على الدول، على الأسرة التي هي البنية الأساسية للدولة، وعلى مكونات الأسرة من زوج وزوجة، من أب وأطفال، من علاقات شخصية بين الإخوات، وعلاقات بين المجتمع كله. بالتأكيد أنه living with corona بيؤدي إلى تأثير سيكولوجي كبير على المجتمع وعلى الأسرة، ولذلك سنركز في حديثنا اليوم عن كيف يؤثر على الأسرة وأفرادها من الأدلتس، ومن أيضا الشباب التينيجرز، من الأطفال، من كبار السن، وكيف نتعامل مع هذا التأثير اللي بيؤدي أحيانا إلى حالة من الهبوط النفسي أو الاكتئاب، بل أحيانا قد يؤدي إلى التفكير في الانتحار اللي بيتزايد أعدادهم في هذه الأيام. هذه المعلومات كلها سنقدمها لكم، وسنجيب عن معظم الأسئلة اللي في ذهن أذهاننا جميعا، ونرحب أيضا بأسئلة المشاهدين. الحقيقة يسعدني ويشرفني جدا أن يكون معايا صديق عزيز النهاردة، وكلكم تعودتوا أن تروحوا على قناة اللوجوس، هو وجه السايكولوجي بتاع الجالية المصرية، الدكتور العزيز الدكتور فوزي بسطة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك، أنا سعيد للدعوة وإن شاء الله نهاف جود بروجرام النهاردة. شكرا جزيلا. طبعا الدكتور فوزي أخصائي في علم النفس، وله عيادة خاصة يمارسها في سان فرناندو فالي هنا، وأعتقد أنه ايضا افليشن مع من كثير من المستشفيات. الكلام ده مظبوط يا دكتور؟ هو انا في الحقيقه انا طبيب نفسي لعلاج الامراض النفسيه والعقليه والادمان، وعندي طبعا برايفت براكتس، وانا افليتد بكذا مستشفى في المنطقه هنا. جميل جدا، مبسوطين ان حضرتك معانا النهارده. شكرا. ايضا هيكون معانا على السكايب دكتوره انجي جريس، والدكتوره انجي هي كلينيكال سايكولوجيست، بتشتغل في جروب من السايكولوجيست في باسادينا،
وسبيشالايز ان كابل ثيرابي، العلاج بتاع الكابلز يعني العائلات، as well as working with individuals across the lifespan، كل السنين المختلفة في الأسرة بتعمل علاج نفسي ليهم، بتتعامل مع الانكزايتي والدبريشن والتراما وكثير من هذه الأمور تتعامل معها. هتكون معنا بعد قليل على السكايب، وهنكون سعداء ان احنا نتناقش معها ايضا في تأثير النفسي على الأطفال. قبل ما نخش في هذا الموضوع دكتور فوزي، انا عاوز اتكلم على موضوعين مهمين حاصلين هذه الايام لا اعتقد ان احنا نجب ان نتجاهلهم. اولا احب اهني جميع كل سنة وانتم طيبين ببدء صيام العذراء، صيام جميل مدته صغيرة وبيحبوا معظم المصريين. انا الحقيقة اعرف ان كثير من الاخوة، طبعا كل الاباط بيصومون معظمهم، كثير من الاخوة حتى الغير اباط والمسلمين بيصوموا هذا الصيام لانهم بيشعروا بقربهم للسيدة العذراء، وبيشعروا بمكانها العظيم في حياتنا كلنا كمسيحيين، كأم الإله، وحتى الإخوة المسلمين يراها أنها هي من المفضلة بين نساء العالمين. لذلك نصلي أن هذه الأيام تكون أيام بركة علينا كلنا، أيام بركة على مصر وعلى العالم، وأن صلواتنا توجه من أجل أن ربنا يرفع هذا الوباء اللي موجود على العالم، لأنه هو قال لنا إذا تواضع شعبي ورفع إيده بالصلاة يستجيب ربنا، فإحنا محتاجين هذه الروح إن إحنا نقدمها في هذه الأيام. لكن أيضا نحتاج أيضا لصلوات خاصة من أجل البلد الحبيبة لبنان، لأننا كلنا ربما سمعنا عن المأساة اللي حصلت في لبنان في الفترة الأخيرة، وهذا الانفجار الشنيع اللي حصل في بيروت. والمعلومات اللي تواصلت انه الامر ابتدى بوجود كمية كبيرة من مادة النيترايتس امونيا، مادة بتستعمل في السماد لكنها ايضا بتستعمل في المتفجرات. وعلى ما يبدو انه كان في سفن او سفينة محملة بهذه المادة جاءت من اليوكرين او روسيا، وجت في المينا ده من سنة 2003، ولما ابتدت المركب دي يحصل فيها عطل اضطروا ينقلوا كل المواد اللي كانت موجودة في المركب دي الى مخازن في احد عنابر المينا. وطبعا المخازن فضلت هناك على اساس انه يبتدوا بعد كده تيجي مراكب تانية تاخدها، لكن صاحب المركب قال ان هو مش عاوز الحمولة دي، على ما يبدو انها هي كانت نفايات، الدول ساعات بتتخلص من النفايات بتاعتها فسابوها هناك. وكان كثيرين من الناس حذروا من خطورة وجود هذا الأمر هناك، لكن بسبب الأحوال الاقتصادية والسياسية السيئة في لبنان في الفترة الأخيرة، ولن نتدخل في هذا الآن، لكن لم يحدث أي شيء. وللأسف أنه الأسبوع اللي فات حصل انفجار صغير، حريقة حصلت، والحريقة دي فجرت انفجار شنيع جدا في 270 ألف طن من هذه المادة، اللي تقريبا قوة الانفجار ده يوازي 500 ألف طن TNT، المادة المتفجرة العظيمة. لو نعرف ان هيروشيما مثلا كانت ضعفها 3 أضعاف هذا العدد، يعني تقريبا ثلث قوة قنبلة هيروشيما اللي ألقيت على هيروشيما ألقيت على أو تفجرت في بيروت. طبعا دمار شامل في مساحة 6 كيلومتر مربع، 6 ميل مربع من الميناء، وكثير من البيوت تهدمت، 175 قتيل إلى الآن، والعدد بيزيد جدا وسيزيد جدا، 5000 مصاب، كثير منهم في حالة سيئة، أكثر من 6000 عمارة ومنزل تهدموا. لبنان في مأساة كبيرة اقتصاديا، وتحتاج كل المعونة والصلاة من أجلها. وأنا كنت طلبت من بعض أصدقائي اللبنانيين يبعثوا لي أي لينك لو حد عاوز يتبرع، لكن كلهم قالوا لي ان احسن مكان هو اللبنيز ريد كروس، الصليب الاحمر اللبناني، اللي عاوز يتبرع يروح لك. لكن يمكن المحتاجين اكتر ان احنا نصلي لاجلهم. قلوبنا مع لبنان والشعب لبنان، وصلواتنا في صوم العذراء ايضا يوجه ان ربنا يرفع عنهم هذه المأساة. قبل ما نجي لموضوعنا، مش عاوز اسيبكم كده باخبار كلها سيئة.
انا عاوز اكلمكم ايضا واحنا بنتكلم في الطب، عاوز اكلمكم عن صورة مشرقة لدكتور طبيب في مصر سمية بطبيب الغلابة. احنا عارفين ان احنا كلنا تعودنا نتكلم على الدكتور مجدي يعقوب، ونتكلم على الدكتور مجدي يعقوب كمثال للطبيب المضحي بحياته وماله من اجل انه يعاني الناس الفقراء. الان ظهر ايضا هذا الدكتور محمد مشالي. الدكتور محمد مشالي سنه 79 سنة، من قرية ايتاي البارود، وايضا له عيادة في قرية دلجة دير مواس في المنيا. الراجل ده الحقيقة من يوم ما دخل كلية الطب وقال ان الاستاذ بتاعه قال لهم اللي جاي كلية الطب عشان يبني عمارات يبقى دخل الكلية الغلط، يروح كلية الاقتصاد او السياسة، انما اللي جاي عشان ياخد مهنة انه يساعد الناس والغلابة فهذه مهنة الاطباء. وعمل حياته كلها ان هو يخدم الناس، والكشف عنده في العيادة بعشرة جنيه نص دولار، وإلى الآن رفض أنه يزود هذا الكشف. بالعكس ده هو قال أنه هم ابتدى الكشف بخمسة جنيه وزودوا لسبعة جنيه، لكن لقى الناس بيدوله عشرة جنيه ما عندوش ثلاثة جنيه يرجعهم للناس تاني، فالناس كلهم قالوا له خليها بقى عشرة جنيه يا دكتور وإحنا موافقين على كده. ومن القصص الجميلة الدكتور محمد بيقول أن مهنة الطب مهنة رسالة سامية، فهي أشبه بالملائكة، فيجب أن يكون فعلنا قدر ما أعطانا الله من نعمة، لافتا أن ما يرزق الله به يكفيه بجانب المعاش الذي يقتضيه من أجل أن يعيش عيشة كريمة. تخرج في ولد في 1942، تخرج كلية الطب عام 77، اشتغل في الوادي الجديد، ثم عاد إلى بلدته دير مواس وابتدى يعمل في الوحدة الصحية. قصة كتبت عنه انه في يعني وكالة صحفية من دبي جم علشان يختبروه ويشوفوا اذا كان كلامه صحيح ولا لا، فراحوا حاولوا يدولوا، راح الراجل وقال له يا دكتور انا معيش غير 5 جنيه ممكن اكشف؟ قال له ايوه يا ابني خش واكشف بخمسة جنيه ما يجراش حاجة. فبعد ما الراجل عينيه دمعت وراح كتب له شيك بمبلغ كبير وقال له احنا عاوزين نتبرع بهذا المبلغ، قال له روح اتبرع بيه لجمعية خيرية انا ما باخدش تبرعات شخصية. ولما قال له طب احنا عاوزين نبني لك عيادة كبيرة عشان تشرف عليها، قال له لا انا عاوز العيادة الصغيرة دي في القرية الصغيرة دي علشان اخدم الغلابة. تحياتنا الحقيقة لهذا الدكتور العظيم دكتور محمد مشالي، نتمنى له التوفيق، ونعرف ان ربنا لا ينسى تعب المحبة وضرورة حيباركه عن هذا العمل العظيم. حبيت يا دكتور ابتدي بخبر كويس عشان نخفف بقى من كلام عن الاكتئاب والحاجات اللي لا ده خبر عظيم جدا. انا سيربرايز ان هو دفعة 77 وانا دفعة 78 يعني ما فيش فرق بيننا في الدفعات كبير، بس هو كبير في السن، هو لا هو اكبر بكتير في السن اكبر، بس في الدفعة سنة واحدة فرق يعني، فربنا يوفقه في اعمال الخير امين. طيب دلوقتي يا دكتور احنا موضوعنا النهاردة عن الكورونا. قبل ما نتكلم عن السيكولوجيكال افكت، في اي معلومات جديدة تحب حضرتك تشاركها معانا عن الكورونا وايه اللي حصل بالنسبة للمرض ده؟ هو طبعا في معلومات، السؤال very general، في معلومات كتيرة جدا من ناحية المرضية والناحية العلاجية، والحقيقة بنكتشف كل يوم اسباب كتيرة للوفاة بسبب الكورونا. فالاعتقاد العام ان الكورونا دي مرض بيصيب الرئة، والناس كلها اغلبها بتموت من الاحتقان الرئوي، لكن حديثا له اسباب اخرى بتسببها الكورونا بتؤدي الى المرض باسلوب اخر. فدلوقتي ناس كتير بتموت من الجلطات، يعني الكورونا مش بس متركزة في الرئة، دي ابتدت تغزو الاجهزة الاخرى، وبالنسبة لتخصصي أنا ابتدت تغزو المخ كمان. وأنا يوميا بعمل دورة في مستشفى هنا هو الهولي كروس في الكورونا يونت، فكل يوم الصبح أنا بروح أشوف العينين بتوع الكورونا اللي حصل عندهم تأثير عقلي نتيجة لمرض الكورونا. فما نقدرش نقول دلوقتي الكورونا هي مرض صدري فقط، هي مرض كل الأعضاء اللي في الجسم، وبالذات بتعمل جلطات قد تؤدي إلى جلطات في المخ
وتغيير في البيهيفير وفي الإحساس بالنسبة لهذه الأشخاص دي، ودي الحالات اللي أنا بينادوني عشان أشوفها وأعالجها من الناحية النفسية. ففي حاجات كتير بتظهر الأيام دي لها علاقة بأمراض الكورونا الرئوية، لكن بتأثر على كل الأعضاء الأخرى اللي في الجسم. الغريب يا دكتور إن إحنا اليومين دول شايفين كثير من الحالات اللي بتدي أعراض مختلفة. مظبوط. فزي ما حضرتك قلت موضوع الجلطة ده ابتدى يتلاحظ، ونلاحظ جديد خالص. جديد خالص، ونلاحظ دلوقتي إنه بقى جزء من الروتين اللي حطوه لكثير من المستشفيات في العلاج هو إنهم يحطوهم على بلاد سينر مسيلات للدم عشان يتفادوا موضوع الجلطة. ده حاجة جديدة ما كانتش موجودة من شهرين ثلاثة مثلا. نعم. فدي حاجة جديدة، وأعتقد هنكتشف حاجات تانية في المستقبل. يعني أنا شفت عينين من الكورونا هم كانوا هاي فانكشن وناس كويسة جدا، وبقوا سايكوتيك، بيتخيلوا حاجات، بيشوفوا حاجات، بقوا فايلنت، بيكسروا حاجات، فقدوا القدرة على التحكم في التصرفات. مش عشان هم غضبانين ان عيانين، لا، ده لا إرادي، دي تصرفات لا إرادية سببها هذا الفيروس اللي احنا بنواجهه اليوم دي. طيب لما حضرتك بتوصف المظاهر دي انه واحد كان طبيعي ومرة واحدة بيعمل حاجات بتعتبروها سايكوتيك او حالة نفسية، هل الامر ده له تفسير بيولوجي ولا دي ضغط عصبي بيؤدي لهذا الامر؟ لا، لها تفسيرات طبعا كثيرة. اولا لو حصل، أو اول حاجة اللي هي بديهية جدا، لما الرئة ما بتاخدش إناف اكسجين بيحصل what we call anoxia في البرين، يبقى الاكسجين اللي واصل للمخ قليل، ودي من اول الحاجات اللي بتخلي الانسان confused delirious، مش عارف اللي قدامه، بيبتدي يخرف، خلاص المخ ما خدش كمية الاكسجين اللي هو محتاج تشغله، زي الموتور اللي ما يعرفوش بنزين anymore، فبيبتدي بقى تصرفاته تتغير. دي حاجة. لو حصلت جلطة بتغذي في شريان حتة معينة في المخ، بتبتدي تظهر أعراض المرض ان في deficiency في الدم اللي واصل للمنطقة دي، فيبتدي العيان بقى يا اما يخطرف، يا اما يشوف خيالات، يا اما يبقى عنيف. يعني لو حصل الجلطة في الفرونتال لوب الحتة اللي قدام، كل التصرفات بتتغير، الجنسية والعضلية والعفوية، يبقى الإنسان أكنه لو مؤاخذة حيوان. فتعتمد الجلطة دي في أنهي مكان، ولكن generally speaking الأنوكسيا اللي هي بتبقى في البرين ككل دي بقى بتأثر على الكوجنيشن أو الوعي بتاع هذا المريض. وطبعا في مرضى عندهم حالات نفسية قبل المرض، فدي بتزيد. يعني لو واحد عنده اكتئاب مزمن من عشرات السنين وجات له الكورونا، طبعا ده more vulnerable، زي الكوباية المشروخة. بتجيله مرض بيخلي المرض اللي قبله اللي هو بيسموه بري موربيد بيبقى أسوأ بكتير. ونطبق الحكاية دي على أي مرض، يعني لو واحد عنده سكر وجات له كورونا، السكر بتاعه بيبقى صعب انك تحكمه. ده صحيح. عشان كده العنين دول بشوفهم أنا، بشوفهم أخصائي الديابيتس، بشوفهم أخصائي القلب، مش بس الدكتور اللي بيديله الأنتيبيوتكس أو العلاج ده، فبيبقى مجموعة من الأطباء كلهم مشتركين، وكل واحد بيراقب الخلل فين، ونحاول نظبط الأمور مع بعض، لكن هو مرض في منتهى الخطورة. طيب لو إحنا، يعني أنا كنت عاوز أرجع للبيهيفير قبل ما نخش في الأمراض، لكن عشان الجزء اللي حضرتك ذكرته ده، هل الأعراض دي اللي هي حضرتك ذكرتها دي أعراض بتبقى في بداية المرض ولا دي في حالات المتأخرة من المرض؟ في الحالات المتأخرة. الحالات المتأخرة اللي هي ما أخشت العناية مقدماً، يعني ما حدش اعتنى بيها مقدما، لدرجة ان حصل الفايبروزيس والدامج في الرئتين، وكمية الاكسجين عمرها ما هترجع للوضع الطبيعي. عشان كده العينين دول دايما في صباحهم بيبقى موجود جهاز اسمه أوكسيميتر، اللي هو بيقيس كمية الاكسجين في الدم 24 hours all the time، يقول لنا قد ايه اكسجين في الدم. وطبعا كل ما الرقم ده بينزل، يعني هو المفروض يبقى 94 to 97 98، احنا شفنا عينين عندهم الرقم ده بيبقى 56 70. ده حالة متأخرة جدا، مجرد ده بيقول لنا احنا فين بالظبط. يعني اللي انا كنت عاوز اوصله انه انا لو ابتديت الاحظ بعض التصرفات المختلفة للشخص اللي قدامي، مزبوط، مش لازم ان انا اجامب على طول اقول يبقى عنده كورونا. يعني لو ابتديت الاحظ مثلا انه بينسى او بيتلعثم في الكلام،
ربما تكون دي حالة مرضية أخرى، مش شرط أنه هو ده أربطه بالأعراض دي على طول اللي حضرتك ذكرتها. لا لا لا، لازم أخذ تشخيص الكورونا أولا وبعدين البيهيفير ثانيا. لكن ما أقدرش أقول البيهيفير اتغيرت يبقى عنده كورونا. العكس غير صحيح. كويس، النقطة دي مهمة خالص، لأنه دي الحالة اللي احنا شايفينها. وده بقى ياخدنا دلوقتي لما بنتكلم على تأثير كورونا، على تعالى نتكلم عليها على الأسرة، لأن هي دي الخلية بتاعة المجتمع. دلوقتي احنا شايفين انه الناس قاعدة في البيت حتى مع الانفتاح والناس بتخرج، لكن مش في ناس تقول انا اروح المطاعم، في ناس تقول لا انا مش عاوز اروح المطاعم، انا ما اعرفش حتى اللي بيحضر الاكل ده شكله ايه وعنده ايه. صحيح هم بيقولون بس ماسكات، لكن ممكن جدا لما صاحب المطعم يمشي يشيل الماسك ويبقى لانه الماسك مضايقه. طبعا طبعا. فالأسرة ما بلهاش وسائل خروج كتيرة، ما بلهاش طبعاً. وسائل الوضع ده بيعمل ايه في الأسرة، وازاي تتعامل مع هذا الوضع؟ شوف اقول لحضرتك حاجة، اي تغيير بيحصل في الروتين العادي بتاع اي شخص او اي أسرة بيكون نتيجته ستريس. يعني انا وانت متعودين على روتين يومي، جات الظروف اضطرتنا ان احنا نغير هذا الروتين، مع تغيير الروتين بيبقى في حاجة اسمها ستريس. فاحنا دلوقتي عايزين نتكلم ايه التغيرات اللي حصلت بالنسبة لكل الاعمار المختلفة، الاطفال والشباب والادلت والالدرلي مهمين جدا، ونشوف ازاي احنا يبقى عندنا حاجة بنسميها في السايكولوجي اسمها المرونة النفسية. مرونة النفسية. ازاي انا ابقى مرن بان انا ادابت التغير ده واعيش بيه بطريقة صحية عشان ما يحصلش فيه دامج. نتكلم عن الموضوع ده بعد شوية. لكن في حاجة اسمها المرونة النفسية، لان لو انا ريجيد وانت ريجيد ومش قابل التغيير اللي بيحصل في المجتمع، يبقى احنا بالطريقة دي هنسفر، هيبقى عندنا حالة من الذعر والاكتئاب ويؤدي زي ما قلت حضرتك الانتحار في بعض الاحيان. فلازم يكون في شيء من المرونة النفسية، وهنتكلم عليها بعد شوية. طيب رجوعا تاني لبعض الاعراض والتشخيص، لانه دي الحالة دي بقت دلوقتي موجودة، كلنا بقينا دكاترة وكلنا بقينا بنشخص الامراض وكلنا عندنا امراض بعضها. هل الشخص ممكن يجيله امراض او مش امراض، يعني بعض الاعراض من ناحية السيكولوجية، لما انا قاعد اسمع انه احد الاعراض مثلا فقدان حاسة الشم والتطعم والتذوق، مرة واحدة بص لقى نفسي الله الأكل مش قادر أشربه ومش شامم الريحة الوحشة اللي حواليه ولا الريحة الكويسة. هل معلن سايكولوجيكالي ممكن الواحد يتخيل أمور زي كده؟ هو تعتمد على الشخص نفسه، هل هو إنسان عنده ثقة في نفسه وعنده عدم خوف، واخد بالك حضرتك، وبعدين يختبر نفسه. يعني كل واحد فينا لو شاف برنامج في التلفزيون بيقول له أول الأعراض إنك تفقد حالة الشم او التذوق، انا اروح على طول اشوف حاجة فيها ريحة جامدة واحاول اشمها. يعني لو مؤاخذة لو شميت بصل او سميتها يبقى انا كويس. يعني الحل في منتهى البساطة وموجود في البيت. لكن انا ما اخدش الموضوع ده واروح اشم مثلا حاجة ملهاش ريحة اساسا واقول انا مش شممها. لا، مش مظبوط ده، انا اشوف حاجة قوية الريحة واشمها. لا ولا انا شميتها يبقى انا ما فيش كلام ده مش تبعي. وهكذا في التذوق، الملح او السكر، لو الحاجات القويه في التذوق، لو انا تذوقتها الشطه موجوده برضو يبقى انا دلوقتي كويس. يعني بعمل حاجه اؤكد بها لنفسي ان انا ما عنديش هذه الاعراض. جميل جدا. يعني هي ممكن يحصل حاجه زي كده للشخص، الاشخاص الضعيفه بتكبي اللي بتسمعه. بالظبط. ما احنا دلوقتي لازم نبقى اقوياء وناخد بالنا من نفسنا ولا ما نعتمدش على عرض واحد. يعني عندك حاسة شم مش كويسة وما عندكش حرارة، أكيد مش هي، يعني مش كورونا. من الحاجات اللي مسببنا كلنا نوع من الفوبيا أو الخوف، مظبوط، هو أنه هل يعني كل الأحصائيات بتقول مثلا، أنا كنت في أول برنامج عملته على الحكاية دي اتكلمنا على الإحصائيات ولقينا أنهم من الناس اللي عملوا لهم تيستينج اللي اختبروهم لقوا 8% من 8-10% بوزيتيف. على السيكتور الكبير ال 40 مليون اللي عملوا لهم هنا في امريكا، انا حسيت ان ده ممكن يكون مقياس نطبقه عموما. وبعدين كل الاحصائيات بتؤكد هذا الكلام، ان في من 8-10% من المجتمع عندهم المرض ده،
لكن جزء كبير منهم ما عندوش أعراض. مظبوط. ولذلك أنا ممكن أمشي في الشارع يبقى جنبي واحد عنده منزل. نمشي أحيانا في شباب ماشيين بيعملوا جاجينج وعملين يجروا ومش عارفين ومش لابسين الماسك ما؟ فده عمال يتنفس، هل يا ترى ده عنده ولا ما عندوش؟ فدي عملنا كلنا فوبيا. فأولا السؤال لحضرتك كطبيب، وبعدين تأثيره السيكولوجي، هل فعلا الناس اللي ما عندهمش أعراض ممكن يسببوا أنه الشخص التاني يصاب بالمرض؟ دي من الناحية الطبية. لو هم حاملين للفيروس ممكن جدا ينقلوا المرض وهم ما عندهمش أعراض، وده طبعا شيء صعب جدا أنك تحكمه. أي. زي ما حضرتك بتقول، زي البروتست اللي حصل من شهر تقريبا. أي. وكان مئات وألاف الناس في كل أمريكا بدون ماسك بتزعق وبتسرق وبتجري وبتخبط في بعض. طب ان نعرف ازاي الناس دي عندها كورونا ما عندهمش اعراض؟ أي. لكن بعد البروتست اللي حصل ان عدد الكورونا زاد جدا، وكان سبب بالظبط ان الناس دي حاملة المرض ما عندهاش اعراض لكن نقلته لناس تانية. ايوة طبعا موجود، ممكن جدا تكون حامل المرض وما عندكش الاعراض، وده يدعونا كلنا بقى ان احنا نعتبر ان اي شخص نقابله ممكن يكون. يعني دي من الحاجات اللي كانت بتقول لنا احنا كاطباء في عيادتنا انه عامل كل شخص يخش لك وكأنه عنده المرض. ولذلك لازم نلبس الماسك ولازم نبقى مظبوط. طب انا اقول لحضرتك حاجه، ليه الحكومه عملت مراكز للتست فري؟ هل كل واحد بيروح يعمل التست عنده اعراض؟ لا طبعا، لا، بس هو بيروح عشان يتأكد ان هو ما عندهوش. وكمية كبيرة منهم طلعوا بوزيتيف، يعني كمية كبيرة طلعوا بوزيتيف بس ما عندهمش المرض. فده دليل قاطع ان كل الناس، مش كل الناس اللي عندها اعراض، اللي ما عندهاش اعراض غير حاملة للمرض. لا بالظبط، ممكن يكون حامل المرض لكن ما عندوش اي سيمتومز. والغريبة انه الموضوع ده لما كنا بنتكلم عن الناحية السياسية بيستخدموا الناس السياسيين، يقول لك ما هو ممكن يكون عنده المرض وده مش هيضرك ولا حاجة، لكن الكلام ده مش صحيح زي ما الدكتور فوزي قال لنا. لا طبعا، أي واحد عنده حامل للمرض ممكن ينقله للشخص حتى لو ما عندوش أعراض. مزبوط. على عكس بعض السياسيين قالوا كلام غير كده، لكن الكلام ده هو علميا مش صح. السياسيين بيتضاربوا في الإحصائيات وفي الأعراض وفي العلاج. وزي ما حضرتك قلت ده موضوع في a lot of politics في أمريكا بالذات. لكن لغاية النهاردة ما فيش حاجة solid نعتمد عليها، حتى لو حطيت البوليتكس أسايد برضو ما فيش حاجة solid نعتمد عليها. لأن المرض جديد وغريب وانتشر بسرعة ومعلومات لسه بتيجي، ما انتهناش من هذا الموضوع، المعلومات لسه بتيجي وما نعرفش إيه بالظبط نهايته فين. بالظبط. لكن انا يعني عايز اقول حاجه بالنسبه للارقام والاعداد اللي احنا بنشوفها في التلفزيون، ما اعرفش ان حضرتك هتعرض حاجه بالنسبه لهذا الموضوع ولا لا. لا انا مش يعني موضوعنا النهارده هو الموضوع السيكولوجي، لان انا بس عايز اطمن المشاهدين ان اغلب الارقام اللي بنشوفها في التلفزيون سواء وفيات او اصابات هي ارقام غير دقيقه، ارقام ليست قريبه حتى للصحه. الأرقام دي بصراحة غير مظبوطة، ممكن أثبت لك إزاي إن هي غير مظبوطة. النهاردة كنت الصبح بقرأ في اللوس أنجلوس تايم في مقال مكتوب عن أعداد الكورونا في كاليفورنيا ككل، وبيقولوا الجهاز اللي بيرصد هذه الأعداد مال فانكشنينج لمدة، ممكن حضرتك قريتها، وبتدي أرقام غلط غير مظبوطة. فالجهاز ده اللي هو اسمه كال ريد از مال فانكشنينج تكنولوجي، والمسؤولين في ولايه كاليفورنيا مش عارفين الارقام بالظبط ايه. صحيح. فالارقام اللي احنا بنشوفها على التلفزيون دي غير دقيقه اطلاقا. بالتاكيد. يعني في ناس بتروح تعمل التست يطلع بوزيتيف ويعتبروا بوزيتيف، ثاني يوم يروحوا عشان يتاكد يعملوا يطلع نيجاتيف، بس هو اوريدي اتعد بوزيتيف بس هو ما عندوش المرض. لان كل المعلومات اللي هنعرفها ان التست 60% accurate. It's not 100% accurate. حتى التست اللي هو كلهم 60%. معنى كده ان نص اللي بوزيتيف يمكن ما يكونوش بوزيتيف. وده اللي حصل مع الجوفرنر بتاع ولايه من الولايات، انا بس مش فاكر اسمه. شيكاغو اي ثينك. احد عمل بتاعه قالوا له بوزيتيف
الاعمال اللي هو بيسموه الكويك تيست، اللي هو بياخد الكويك تيست اللي بيطلع البوزيتيف خلال 10 دقائق فطلع بوزيتيف، لكن تاني يوم لما عمل بقى التيست طلع نيجاتيف. فانا عايز اقول لحضرتك الارقام اللي بنشوفها في التلفزيون دي غير دقيقه اطلاقا بالنسبه للوفيات وبالنسبه للمصابين ازول. ايوه جميل جدا. طيب كل ده بناخده بقى في ايه؟ في ان الحكايه دي عامله لنا كلنا نوع من الفوبيا ونوع من مش عارفين ليه، لانه ما فيش حاجه مؤكده. كل المبادئ الاساسيه اللي كنا بنعتمد عليها في مبدا الثقه بتاعتنا في الطب وفي الاحصائيات وفي المعامل، كل الحاجات دي اهتزت دلوقتي. طبعا فالواحد بقى مش عارف. ولذلك اعتقد ان كلنا عندنا انكزايتي، وحضرتك توافق على هذه العباره كمبدا عام ان معظمنا عندنا زي ما قلت لحضرتك في البدايه، اي تغيير في حياتنا الروتينيه اليوميه بيولد ستريس. وبالذات لو كان هذا التغيير سلبي، ما هو في تغيير سلبي وفي تغيير ايجابي. يعني ساعات انا وانت يبقى عندنا ستريس في موضوع معين، بس ستريس ايجابي، انا هشتري بيت، هشتري عربيه، عندي مولود جديد، ده ستريس. كل دي حاجات ايجابيه بس بتولد ستريس. مظبوط. وفي ستريس سلبي اللي هو الكوارث والامراض والفيروس وكل ده، ده استرس احنا مش عايزينه، فرض علينا. فاعتبر ان احنا دلوقتي عندنا استرس سلبي مفروض عليه، فرض علينا غصب عن ارادتنا. فده طبعا هيولد a lot of stress. يعني حاجه ما كناش عايزينها حصلت، واخد بال سعادتك؟ والحاجه دي ملهاش نهايه، مش عارفين هتنتهي على فين، كل يوم بتزيد، فالاسترس بالتالي بيزيد. طيب. فلا شك ان احنا عايشين في ستريس سلبي وبدون ارادتنا. لما بنتكلم دلوقتي على ستريس، نمسك في الاول مبدا الاسره عموما. مظبوط. وبعدين انا عاوز اتصل بالدكتوره انجي عشان نكلمها على الاطفال والشباب، وبعدين حضرتك تكمل لنا الفكره اللي اتكلمت عليها، المرونه النفسيه وتدينا بقى العلاج والحلول ازاي نتعامل مع هذا الستريس، لان هي دي فعلا الوضع اللي مزبوط. كتير مننا بيعاني منه. مزبوط. فلو حضرتك اتكلمت على مظاهر الستريس على الاسرة عموما. طبعا. هل ايه المظاهر اللي ممكن نريكوجنايزت انه اقدر اشوفها واقول ده انا عندي مشكلة دلوقتي؟ يعني على سبيل المثال انا لو طبقتها على نفسي الاقي ان انا ما بروحش الشغل زي ما كنت بروح في الاول. طبعا. وقاعد كتير في البيت، فبتعامل اكتر مع زوجتي ومراتي، حاجه جميله جدا، مش هقدر اقول اي حاجه على التلفزيون عشان بتواتش البرنامج ضروري. لا هو طبعا زي ما حضرتك بتقول، الاسترس اللي خلى الاسره تفقد كل الريفينيو اليومي بتاعها ده بيبقى صعب جدا. اولا الراجل ما بيروحش الشغل او بيشتغل من البيت. مظبوط. طيب هو ما بيروحش الشغل، يبقى بيقضي وقت اكتر مع الاسره سواء الاولاد او الزوجه. واعتقد هذا بيسبب مشاكل اكتر من فوائد. يعني طبعا بيبقى في مناقشات اكتر، اختلاف الراي اكتر، في حاجات هي كانت بتعملها انت مش عايز تعملها معاها والعكس صحيح. فطبعا حكايه ان الوجود في البيت ساعات اطول بيسبب مشاكل اكتر. وبالذات برضو مع الأولاد، يعني أنت كأب مش بتشوف ابنك بيعمل إيه 8 ساعات في اليوم وانت برا. دلوقتي أنت 8 ساعات قاعد في البيت بتلاقيه بيزعق، بيعمل، بيخبط، مش بينظف، هتبدأ أنت على حالته، يا ابني اعمل، يا ابني سوي، يا ابني نظف. أنت كنت غير موجود، فهو كان عنده فريدم. وجودك في البيت خلى ابنك ما عندوش الفريدم ده. طب احنا طول عمرنا بنقول للأب قضي وقت أكتر مع أولادك، مع زوجتك. دلوقتي لما بتقضي وقت أكتر بنقول إن ده بيعمل مشاكل. طب وإيه؟ ما هو في وقت كواليتي أند كوانتيتي. فاهم حضرتك إزاي؟ جميل جدا. فأنا لما أقضي وقت مع ابني في كواليتي، يعني وقت في كواليتي، بحيث إن إحنا بنبني مش بنهد. بنقعد ساعة أو اتنين مع بعض كفاية. ما هو برضه هيسأل لو قعد معايا 8 ساعات. ابني مش عايزني أنا 8 ساعات معاه. عايزني وقت قليل، بس الوقت ده يبقى فيه كواليتي، بنبني، بنخطط، بنعمل حاجة، في انترست مشترك. فاهم انت ازاي؟ يعني احنا ممكن نقضي وقت مع الأولاد بس يبقى كواليتي تايم، جود كواليتي تايم، ما بقاش كريتيسايزنج تايم. ما بقاش كريتيسايزنج هيم فور افري موف، افري حاجة هو بيعملها.
انا بكريتيسايز هيم، وده هيحصل لو قعدت مع ابني 8 ساعات في اليوم، اكيد مش كله هيبقى كواليتي تايم. طيب جميل. فيعني حضرتك بتنصح احنا على العموم هنتكلم على العلاج والبرنامج اللي ممكن نديه للناس بالزبط. والاطفال بالظبط. اسمح لي ان انا عشان ما دام اتكلمنا على الاطفال ان انا هدعو الدكتوره انجي انها تشاركنا. وقبل ما كده انا عاوز اصلح معلومه ربما احنا قلناها، وجالنا مسج دلوقتي بتقول انا اسف ان احنا اتكلمنا على الدكتور محمد ان هو قلنا له يوفقه، لكن بتقول مسج بتقول ان هو توفى من 10 ايام. انا اسف جدا ان انه المعلومه دي ما كانتش عندي، وانا الحقيقه ما جاتليش فرصه اتاكد من صحتها، لكن ده اللي اذا كان توفى يبقى ربنا يرحمه ويكافئه ويكافئه على عمله طبعا. وانا عارف انه المجتمع المصري كله كافئه وريكوجنايز هيم، وانا لما كنت ببحث عن اعماله لقيت انه هو طلع على كثير من القنوات المصريه، وكل الناس الحقيقه معجبه باللي عمله. بس حابين نصحح هذه المعلومه، واحنا يعني ما مش اجنور اللي عمله برضو، احنا ذكرناه كقناه بالتاكيد لانه احنا بنذكر العمل الجيد مهما يكن ده كلام الحقيقه كان لازم نقوله. طيب انا عاوز ارحب الحقيقه معانا الدكتوره انجي جيرس. معانا الدكتوره انجي. هاي دكتوره انجي، هاو ار يو؟ هاي انجي. انا طبعا هتكلم مع انجي بالانجليزي وهحاول اترجم لكم الكلام اللي بتقوله، بس لانه هي شابه صغيره وطبعا هي دكتوره ذكيه جدا لانها واخده ذكائها من والدها طبعا بالتاكيد، لكن دي تاني مره انت على فكره يعني حاسب المدام بتواتش البرنامج العيله كلها بتواتش فدي تاني غلطه. ف Dr. Angie, we are talking about the pressures or the problems or the stresses that the young people face. I want to talk about children. What are the symptoms that they can recognize if they are stressed out? First of all, tell me, are the children aware of the problems from Corona? أنا بسأل أنجي، دكتورة أنجي بسألها، هل الأولاد شعرين بالضغط العصبي زي ما احنا ككبار شعرين بيه؟ Can you hear me? Yes, that's a great question. So we are aware of what's happening. I think the biggest concern we're seeing with kids right now is that they are being overexposed to things in the media. فأنت بتقولي إنه الأولاد شعرين إنهم يعني exposed الميديا، دايما بيتعاملوا كتير مع الميديا في الوقت الحالي. With the media, do you mean the social media? So I mean social media and especially TV and news. So what I mean by that, Dr. Mahfouz, is that a lot of kids are maybe in the background on their phones, maybe coloring, you know, maybe it seems to the parents like they're not paying attention, but in fact they're listening to everything that the parents are listening to. فالأولاد إحنا يجوز مش مدركين، لكن هم بيسمعوا كل حاجة إحنا بنسمعها وبنقولها. Yeah, so it's important, you know, first and foremost to say that kids are definitely aware of what's going on, and the best thing I think parents can really think about looking for in their kids is to do their best to try to limit exposure to too much TV time and what the news is talking about with coronavirus all of the time right now. فبتقول دكتور أنجي إنه لازم ندرك إن الأولاد عارفين وحاسين ومدركين اللي بيحصل، ولازم إحنا نعرف إنه له تأثير عليهم. Now, Dr. Angie, would you say that the kids would feel threatened by the presence of the virus and the effect on the family and around them? هل هم الأطفال بيشعروا إنهم مهددين بالمرض ده حواليهم، وهل بيهددهم بيهدد الشعور بالطمأنينة بتاعتهم؟ Go ahead, I'm sorry. Yes, absolutely. Kids are definitely aware of what's going on and things to look for, and they're aware of the threat because they're hearing about it so much. Something that you'll definitely see with kids now, I think more often, is a little bit more a difference in their behavior possibly. So this would... الأولاد فعلا بيشعروا بأنهم مهددين وبيشعروا بأنه المرض ده ممكن يهددهم بطريقة أو بأخرى.
وبيسبب لهم نوع من القلق. So what this would look like might be that when kids are feeling scared, which is usually what's happening right now, since they might not fully understand what is going on, but they do understand that there is something that is scary to them in the environment right now that might hurt them or hurt their family. هم ربما ما يفهموش بالضبط ايه اللي بيحصل حواليهم الاطفال، لكن هم شعارين انه في حاجة بتهددهم او بتهدد الاسر بتاعتهم. So what this might look like in kids right now could be clinginess to their parents. They might be wanting to spend more time with you, stay close to you. This could look like a regression in some of their earlier bad behaviors. So this might look like more wetting the bed, more outbursts. فبعض الأعراض المظاهر اللي ممكن يلاحظها الشخص إنه يلاقي الولد لازق في أهله، في باباه أو في مامته، بالطفل لازق في الأم على طول. والحالات المتقدمة أحيانا ممكن تبص تلاقي الطفل بيتبول على نفسه بالليل وهو نايم، أو أحيانا في أثناء النهار. دي كلها أعراض مظاهر الاضطراب والقلق. So what we're really seeing in kids now lately is a little bit of an increase in anxiety and fear, which is to be expected. Since right now it feels like something in their environment is scary and they might not feel like they're fully in control of their environment right now. Okay, Angie, I'm gonna go to the next question, which is basically because of the stay-home nature of things now, and we know that the schools probably, especially here in California, are gonna open viral. They are not gonna go physically to the school. They are deprived from that personal interaction. They watch a lot of TV and on the social media, as you said. How is that going to affect their personalities? And the question that most of the families ask is, what is an appropriate age that you would leave the child watching TV alone without supervision? أنا بسأل أنجي إنها المدارس مش هتفتح دلوقتي، هيخلوهم يدرسوا في البيت، الأولاد قاعدين قدام التلفزيون كتير، فإيه هيأثر عليهم ده إزاي؟ وإيه السن اللي ممكن يسيب الولد لوحده بيتفرج على التلفزيون؟ Yeah, we are definitely seeing that because of now what's going to be social distance learning at home, it is inevitable that many kids right now are going to be exposed to significantly more screen time than they may have before or ever in their life. So some... Go ahead. We hear you. Okay. So بتقول لأنجي إنه فعلاً متوقعين إنه هيحصل فيه الأولاد هيقعدوا يتفرجوا على التلفزيون فترة كتير. and help me with translation دكتور باستي. يا مزبوط، يا هو طبعا كلام أنجي مزبوط خالص. فإحنا كبيرنس لنا طبعا رول وطريقة. يمكن أنجي تقدر تقول لنا البيرنس المفروض يعملوا إيه في الحالة دي. And here's the question for you Angie. What role do the parents play? How do the parents handle the new norm that we live in right now, الوضع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اللي هو اصبح جزء من حياتنا، الاهالي يعملوا ايه؟ Yeah. There are three things I'd recommend, Dr. Mofuz, and three things for parents I recommend to keep in mind. The first thing is for parents right now to have a little bit more compassion for themselves and for their kids. So, Yanni, what I mean by that is having a little bit more of an understanding that this is a difficult time for everyone. And parents also need to understand for themselves, there should not be an expectation for them to be perfect. Because that's really hard, given that we're in what we're defining right now as a new lifestyle, for temporarily. طيب دي نقطة مهمة خالص بتقولها دكتورة أنجي. بتقول إنه الوقت ده لازم يكون عندنا شوية شفقة وحب للأولاد، ويمكن مش ده الوقت اللي احنا نبقى ماسكين الكرباج. يعني خلوا بالكم على الاولاد، ادوهم شويه عطف وحنان وحب، لانه هم عندهم اوريدي ضغط عصبي عليهم. Good point. What else? The second thing I'd like to recommend is to have a good structured routine. So what I mean by this, Dr. Mahfouz, is that you want to, as parents, get your kids on as much similar of a routine as you have had normally, but also to your routine, what you're doing in your day. So for example, if you know that you wake up and you have to work from home at 8 a.m., your kids should be up with you, and maybe they're doing their schoolwork at that time as well, or there's some task or chore that they're also doing at the same time that you're working.
سو دكتور انجي بتقول انه لازم كمان نعمل روتين للاولاد يتقيدوا بيه ويعتبروه ان ده جزء من الروتين بتاع حياتهم. ليه؟ لانه ما بيروحوش المدرسه عشان روتين، فدلوقتي لازم يبقى فيه روتين في البيت. فبتقول يعني لو صحي الساعة 8 الصبح انت ابتديت هتشتغل في الشغل بتاعك، هو يصحى 8 الصبح برضو يبتدي روتين ليه. And I think Angie that you do have a time frame schedule that we have. Do you want to talk about this right now or are you planning to talk about it a little bit later? Sure, I can talk about it now. Okay, if we can have that, can we have that picture? It would be picture number 2, I think, that shows the time frame. Go ahead, doctor. So it's this is an example of a COVID-19 daily schedule. And so I want to be mindful that this schedule should be flexible to what works for you and your family. This is not a set time. It's just an example of what might work. Angie, I just want to alert the control, please. That's not the right picture for it. مش دي كمان. معلش. أنا آسف. أول واحدة. هي دي. Okay. We have in front of us now that time frame that you were talking about. Yes. So I recommend, for example, the if you look at this schedule, there's a few things that are in the schedule that are concrete. The first one is having a morning walk. So some form of physical activity is really important for you and your family at this time. So we know بتقولوا دكتور أنجي إنه الاسكادول ده لو ما اعرفش تقدروا قادرين تشوفوه المشاهدين ولا لا، لكن بيقول انه من الساعة 9 الاولاد لما بيصحوا لغاية الساعة 9 ممكن يفطروا ويتكلموا ويحكوا، لكن الساعة 9 يخرجوا في المورنينج ووك او يبتدوا يمشوا مع اهاليهم من الساعة 9 لغاية الساعة 10. ومكتوب ان family walk with the dog or do yoga or any other activity من 9 ل 10 ده روتين. Yeah. So there's several, physical activity things you can do if it's too hot outside or if it's raining, etc. You can do things on YouTube just as long as you and the kids are moving together. And then you'll see that academic time and creative time, this is where we're really emphasizing structure. So the creative time at this point can look like you can provide your kids some sort of unstructured screen time. And that's part of you having compassion for them to let them understand that they know it's a hard time and they should be able to also use the electronics to some degree creatively so they can connect with their friends. جميل جدا. So بتقول هي انه من الساعة 10 لغاية الساعة 12 الساعتين دي مسمياهم الاكاديميك تايم، الوقت العلمي او التعليمي، والكرييتيف تايم او الوقت بتاع الابداع والانتاج. وبتقول انه ممكن ده الوقت ده ممكن تسمحوا لهم انهم يستعملوا السوشيال ميديا عشان يعملوا مثلا سودوكو او ليجوز او حاجات صغيره دي، يعملوا لهم تريننج. انجي، وات ايج جروب ار وي توكين اباوت هير؟ سو ذس از ادابتبل تو اني ايج جروب. اند سو اي سبيسيفيكلي سي ذات دكتور محفوظ، بيكوز رايت ناو بيكوز ايفريونز ات هوم اول ذا تايم، ايفري تشايلد هاز ا ديفرنت ستراكتشرد نيد. So this could work. This is why I'm saying to take this schedule with some flexibility. This schedule could work for a younger child. It also could work for an older child. It just depends on what you think the needs of your child are at this time. فده ممكن يطبق على أي عمر من الأطفال، يعني باختلاف الأنشطة، الصغيرين غير الأكبر شوية غير الأكبر شوية، لكن المبدأ ده إنه يصحى الساعة 8 مثلا، يفطر الساعة 9 يعمل ووك أو اكسرسايز، الساعة من 10 ل 12 بيعمل حاجات تعليمية وتدريبية. Yeah. بعد كده بقى الساعة 12 اللانش، انجي at 12 they're gonna have lunch from 12 to about 12:30, correct? Correct, yeah. We ideally want the kids to, again, we're trying to give them as close to routine as they might have had when they are going to school. So from about 12:30, maybe even to 1 o'clock, they should have a lunch time. This might be a good opportunity for you as parents to sit with them to have lunch, or if you need to have your own space to work on your own, or you need some quiet time as a parent, this might be a good time to do that as well. ممكن تاخدوا اللانش مع اولادكم، او لو حاسين ان انتوا عاوزين تاخدوا انتوا وقت لنفسكم، ممكن الاولاد يقعدوا هم في وقت اللي بيسموه كوايت تايم، وقت هادي، يسمعوا مزيكا، يتفرجوا على التلفزيون، يعملوا حاجه، لكن انت تاخد وقت لنفسك.
And sure, so the rest of the schedule is very similar to the first half. The idea being we want to have balance for the kids. So there should be some balance of exercise, food, and other activities that don't include electronics. So there should be a balance of all three. So بعد كده هياخدوا بعد الكويت يعملوا academic time. ده الوقت اللي بسميه chore time. يعني ده الوقت اللي ممكن عندهم واجب يعملوه أو حاجة يقدروا يستعملوها لكن تنمي مواهبهم من الساعة 2:30 تقريبا لغاية الساعة 4:30 أو 5. That will take us into dinner time, correct? Or there's that afternoon fresh air? Yeah, I would recommend again, the more physical activity you can incorporate into your day, the better, of course. Then this might be a difference for older kids and younger kids. Like you can see that afternoon walk time might be something to include for the older kids to have some responsibility to maybe walk the dog or maybe take the younger kids out for a walk safely. This is important to also give some of the older kids some responsibility during this time. Excellent. So هي بتقول انه برضو الفيزيكال اكتيفيتي او المشي او الحاجات اللي يعملوها بالليل كمان دي فرصه ثانيه، يبقى في فرصه الصبحيه وفرصه بالليل، ده اللي بيزود النشاط الاطفال ودي فرصه ليهم انهم يعملوا فيزيكال اكتيفيتي. After that, what do you allow them the freedom now to watch TV or exactly sure. what? Mm-hmm. Yes, Dr. Mahfouz, I think it's important. So again, going back to the first point of having compassion, I think if you can, I'm going to give you guys 5 questions to think about. And if you can answer at least yes to most of these questions, it might not be a huge deal if your child is getting some extra screen time lately. فأنجي هتدينا 5 أسئلة، إذا الإجابة الخمس 3 من الخمسة دول الإجابة نعم، يبقى كويس ممكن تسمح للولد انه ياخد وقت ويتفرج على التلفزيون بالليل. So the first question is my child sleeping enough and eating a somewhat well-balanced diet? هل ابني بينام كفاية وبياكل أكلة متوازنة؟ هل الإجابة على السؤال ده صح؟ Yes. And then the second question, are they getting some form of exercise every day? هل بيعملوا أنشطة رياضية واكسرسايز كل يوم؟ The third question is, are they getting some quality time with family and friends? هل بيقضوا وقت كويس مع الأسرة ومع أصدقائهم اللي بيسموها quality time، يعني وقت مناقشات حلوة، مناقشات كويسة فعالة تساعدهم في التفكير وأنهم يفكروا في قيم كويسة في حياتهم ومبادئ كويسة في حياتهم. The fourth question is, do they use some of this screen time to keep in touch with their friends? هل الوقت اللي بيقضوه قصاد التلفزيون او قصاد الكمبيوتر بيبقى بعض الوقت ده بيتناقشوا مع اصدقائهم والgood friends؟ So what I mean by that, Dr. Mahfouz, is, you know, it's okay for them to be on FaceTime or Skype or WhatsApp talking to their friends directly. I want to differentiate between that and scrolling on social media for hours at a time. That's not connected to their friends exactly the same way they might be explicitly talking to their friends during this time. فأنجي بتقول ان احنا دكتور أنجي لازم بتقول لازم نفرق بين الجود كواليتي وقت، الوقت الكويس اللي بيقضوه في كلام مع اصدقائهم في حاجات مناقشات كويسه، وبين الناس اللي بتقعد بالساعات قصاد السوشيال ميديا الفيسبوك والكمبيوتر عمالين يلعبوا جيمز، ساعات الجيمز دي تو فايلنت. ففي حاجات لازم الاهالي ياخدوا بالهم الكلمه كواليتي تايم او الوقت الفعال او الوقت الكويس. And then the final question is, are they invested in their schoolwork and keeping up with their homework? والحاجه الاخيره هم بيعملوا الواجب المنزلي بتاعهم من المدرسه والدرجات بتاعتهم كويسه. يعني 5 اسئله ممتازه، لو الاجابه عليها نعم للطفل يبقى ممكن تديله بعض الحريه وتثق ان ابنك ماشي في السكه الصحيحه. Angie, it's a pleasure talking to you, but I want to ask you quickly before we finish this. I want to talk about the teenagers now. An issue that's now coming in the front in the media. I'm going to ask you first, and Dr. Basta, please jump in if you feel you want to help answer that. There is a consensus among teenagers that they are immune to the disease, and it's okay for them to go mingle together and come close to each other, not observe the social distancing,
and not observe wearing the mask, all of this item, we see that there is a big drop in the adherence to that from the teenagers. Is that a true fact or is that a myth? Let me translate that quickly. انا بسال دكتور انجي اذا الشباب كلهم معظمهم بيشعر كده ان انا ما يهمنيش انا ما المرض ده مش هياثر فيا وانا مش هتعدي منه انا عندي قوه وصحه ايه اللي يخليني البس الماسك وايه اللي يخليني ابعد عن الناس هل النقطه دي صحيحه ولا لا So Dr. Moskowitz, that's a great question. And I will say in my experience, we've seen it shift in the last 3 to 4 months. In the beginning of this quarantine period, I think many teenagers were uncertain about how this would impact them, especially since most information they might have been getting have told them that it doesn't impact them at all. So there's that piece. But also to consider that at this point in their life, teenagers from the ages of about 12 to almost 22, 23 to 25, the part of their brains that are responsible for making good decisions, for understanding risks and consequences, this is the prefrontal cortex, the front part of our brain, is not fully developed in that age group. So that group might think that they're invincible to things that are potentially really harmful for them or their family. They might not understand completely that if they get coronavirus, they might bring it home to their family. However, I will say in the time that the quarantine has gone, it's passed through in you know the past couple months, I think many teenagers are starting to take it more seriously, seeing how and really understanding how this is impacting them and thinking about how this might impact their family. فأنا سأل دكتورة أنجي على ليه الشباب شعرين كده فقالت أنه في البداية كانت المعلومات اللي بتجيلهم بتفهمهم كده أنه أن أنتوا الأولاد الصغيرين والشباب مش هتأثروا جامد لكن مع الوقت ابتدت المعلومات تبين أكتر وبتقول أنه في جزء من المخ ما هوش كامل لسه بالنسبة للأطفال في للشباب ده في السن ده فلذلك ما عندهمش إدراك كامل بالعواقب والتأثيرات اللي المرض ده ممكن يأثر عليهم فيه لكن في الفترة الأخيرة ابتدت الفكرة دي تتغير حتى بين الشباب لما احنا شايفين ناس كتيرة من الشباب الصغيرين أيضا بيتأثروا Dr. Anji, I don't want to leave this without asking you about how do you incorporate spirituality into this? I know you teach in Sunday school and you talk to the kids about these things. I want to know if there's a role to spirituality in the improvement and the help. أنا بسأل دكتور أنجي عن هل يعني الدين أو العلاقة بين الإنسان وربنا العلاقات الشخصية بين الإنسان وربنا ممكن تساعده في الفترة دي من الناحية السيكولوجية؟ Yeah, Dr. Mufuz, I'm so glad you asked that question because of course there's a way to incorporate spirituality into every part of our lives, but especially in the psychological aspect. This is, I think, for everyone, a very scary time. I think we can all admit that there's a lot of uncertainty in the world. And something that I talk to with my Sunday school kids frequently is being able to, when we have anxiety or fear, that we always should be able to turn to God and take it to Him. So as parents, it's imperative that you are talking to your children more often about this. So if your kids are getting misinformation from the news or media, it might be helpful for you to talk about it with them, but then to sit with them and also pray about it if they're feeling scared, because fear is completely normal in this circumstance. So having any opportunity to connect with your child in a spiritual way, praying the Bayamar with them, reading Bible verses together with them that are encouraging and really directly talk about fear in the Bible, which we are told many times in the Bible to not fear. Any sort of incorporation of that for children is incredibly comforting. So more, the most important thing is to talk to your children, to listen and to pray with them and let them really show them and incorporate a relationship with God is the most important way that we can deal with fear. الدكتور أنجي بتقول انه مهم جدا الجزء الروحي والنفسي في الامر ده وان احنا على قد ما مهم ان احنا نتواصل مع اولادنا ونتكلم معهم ايضا ان احنا نقعد نصلي معاهم في وقت من الاوقات او نقرا الاجبيه نصلي الاجبيه او نقرا الانجيل سوا ده مهم خالص لانه ده بيديهم تاكيد ويديهم الطمانينه اللي هم محتاجين يشعروا بيها ان رغم وجود المرض والفيروس حواليهم لكن في شيء اكبر واعلى ممكن يطمنهم. Dr. Anji, I did very much enjoy talking to you and I thank you very much for this good information you presented to us. Dr. Basla, do you want to? Thank you very much. That's very nice to know.
Very good. Thank you, Dr. Malfus. Thank you, Dr. Voss. It was a pleasure being here today. Nice to be with you. Thank you. Thank you so much. Thank you. طيب هي دلوقتي قالت لنا الأطفال نعمل معهم إيه ونعمل كده. حضرتك بقى كلمنا على إزاي الأسرة دي تفضل مع بعض وإزاي نتعامل مع الشعور بالقلق اللي احنا كلنا عايشين فيه. طبعا الدكتورة أنجي قالت حاجات جميلة جدا ومفروض كلنا نتابعها. أحب أحط بس سام فليفر كده على الكلام اللي هي قالته. تفضل. بسيط. بالنسبة الجو الأسري في البيت الكلام اللي هي قالته ممتاز جدا، بس احنا محتاجين نخليه عملي أكتر، بحيث ان لو الوالد بيشتغل من البيت المفروض ان هو لما يصحى الصبح ما يشتغلش وهو لابس البيجامة، يدرس اب اكنه رايح الشغل، مش لازم التاي يعني خلص. بس يبقى لابس لبس يدل على هاو سيريس الوضع اللي احنا فيه، مش عشان انا قاعد في البيت اذاكر على السرير او اذاكر وانا نايم، فالمفروض يبقى في ستراكشر ايكوال للمدرسه شويه. يبقى انا اسف ان انا اقطع خالص، اذا كان ممكن ناخد مكالمه سريعه. اتفضل. دكتور وليم اهلا بحضرتك. ايوه دكتور مقبول. اهلا اهلا. طبعا احنا عارفين موضوع لبنان. لبنان ان الانفجار المروع قتل عشرات من الاشخاص. اي كمان ان هو شرد وجرح الاعلام. حضرتك كنت سالتني علشان اللينك بتاع لبنان ريد كروس. ايوه. فده من جوجل، لو حطينا لبنان ريد كروس دخلنا السايت بتاع الريد كروس بتاع لبنان، وبعدين ممكن نتبرع او نبعت التقدمه اللي احنا عايزينها. والرب يبارك كل واحد يحط على قلبه اي تقدمه المسيح ليه. شكر الامراه اللي هي وضعت الفلفل وقال مبغوط هو العطاء اكثر من الاهل. الرب يبارككم ونعطي ونعبد لبنان والريد كروس اللبناني في الفاجعة الشنيعة دي. أشكرك دكتور ويليام، أشكرك. إحنا اتكلمنا عن الموضوع ده فعلا وشجعنا الناس إنها زي ما حضرتك قلت إنها تعمل جوجل للويب سايت بتاع اللبنيز ريد كروس، أن إذا كان ربنا يحط في ألبوم يتبرعوا. أشكرك على الكومباشن بتاعك ومحبتك. طيب دكتور فوزي، نعود بقى للنقطة اللي حضرتك بتقولها دي، نقطة جميلة جدا اللي قلتها في البداية، الواحد يبين أنه هو سيريس يلبس بالضبط، والطفل كذلك يذاكر على مكتب أو ترابيزة كأنه في السكول. أيوه. في الوقت ده ما يصحش أن الأم أو الأخت أو الأب يفتح التلفزيون أو يعمل حاجة غير مطابقة للمحيط الجو اللي احنا فيه ده. فخلينا في البيت أكننا في المدرسة. فاهم حضرتك إزاي؟ جميلة، نقطة مهمة طبعا، ده مهم جدا. لكن بالرغم من كل ده انا حاسس اني قفل المدارس ده شيء مش صح. طبعا مش ممكن هتعوض الطفل عن اللي بيعمله في المدرسة، يعني هيبقى في تدهور شوية في الكفاءة العلمية والكفاءة الاجتماعية والكفاءة الرياضية والكفاءة الفكرية. يعني الطفل في المدرسة بيعمل 4 حاجات دول انت كأب او انا ما اقدرش اوفرها لي بقدر الامكان، ما اقدرش. يعني الناحيه العلميه في المدرسه طبعا في كومبيتيشن وفي عيال وفي اسئله وفي مدرسه بتشجع، كل ده فقد في هذا الوقت، بقى بس تعليم اكاديمي قدام الكمبيوتر في البيت وبس. فانا كوالد مفروض اخش معاه في الموضوع ده شويه، مفروض يكون حل مسائل او امتحان وعمل كويس، اشوف هو فين في الرانك بتاع كل العيال التانيين اللي هم برضو بيستادي اونلاين، عشان اديله تشجيع اكني انا المدرس في الحالة دي. فمفروض انا انفولف علميا معاه شوية، انفولف معاه كمان في الرياضة، وهو كمان في السكول في فيلد بيجري ويتسابق في الجاري ويلعب باسكت بول ويعمل، هو فقد هذا الجزء.
انا يعني بحب اقول لك ان مهما نعمل احنا فقدنا كتير ان العيل ما يروحش المدرسه. انا من رايي ان المفروض العيال ترجع المدرسه، المفروض طبعا مش قراري، بس هو المفروض. في كمان عدم كفاءه فكريه، انت بتلاقي اتنين عيال صغيرين قاعدين وبيحلموا وبيتخيلوا وبيحكوا مع بعض في المدرسه على حاجات بتبسطهم، والخيال ده مهم جدا في السن ده. في البيت هيفقد هذا النمو الفكري، لأن مش هيقدر يحكي معاك انت على خيالات هو في مخه، مش هتحصل. يقولك انا هبقى رئيس الجمهورية اما اكبر. بيعملوا حاجات مع بعض تنمي فيهم رغبات، دي برضو فقدت. فمهما نعمل وبنحاول نعمل زي ما الدكتورة أنجي الممكن نعمله، بس في الآخر في فقد حاجات معينة في هذا الجيل مش ممكن تعوضها للأسف. دي نقط في منتهى الأهمية اللي حضرتك بتقولها، الكفاءة العلمية والرياضية والاجتماعية والفكرية. دي طبعا هتبقى بمقياس أقل في البيت. فهل واجب علينا احنا كأهالي نعوضها؟ نعوضها له بشكل ما. فأنا ما أقدرش أجاج ماي تشايلد في البيت بفكري أنا. أنا فكري ناضج جدا عنه. لازم أقابل فكره بفكره. فلازم أنزل لمستواه. لو ابتدى يحكي لي حكاية doesn't make any sense أسمعها وأوافقه وأشجعه وأوجهه. يعني لازم أعمل حاجات توافق سنه. زي ما أنت بتلاقي عيل صغير بيلعب في الأرض، بتقعد في الأرض زي ما تقدرش تلعب معه وأنت قاعد على كرسي. فاهم إزاي؟ فطبعا مهم جدا إحنا نتابع فكرهم ومستواهم واحتياجاتهم على هذا المستوى لتعويض. بنعوض جزء بسيط، لكن المدرسة لا تعوض. مدرسة لا تعوض. وطبعا الاحصائيات بينت ان الاطفال الصغيرين دول ما بيتجلهمش كورونا، او بيتجلهم وما بيعيوش. ما سمعناش ابدا ان في طفل مات من الكورونا، ما سمعناش ابدا ان في طفل دخل مستشفى واتحط على الريسبيريتور بانه عنده كورونا، ما سمعناش الحاجات دي. انما طبعا المدرسه هو فيها شيء بوليتيكال، لان المدرسه ممكن جدا الطفل يجي الصبح يقيسوا حرارته يشوفوا عنده اعراض ولا لا، والله كويس يخش، لو عنده اي اعراض يقولوا روح. بطريقة تانية ممكن أنا أي طفل أسرته فيها واحد عنده كورونا ما أجيبهوش المدرسة دلوقتي، يبقى أنا أتفادى هذا الطفل اللي في الأسرة بتاعته فيه واحد جات له الكورونا. وبالطريقة دي أنا ممكن أخلي نسبة كبيرة من العيال تروح المدرسة ورياكت بالطريقة النورمال وأفتح المدرسة. لكن أنا في رأيي، وفي ناس كتير موافقة مع رأيي في النيوز وتسمع النيوز كتير، يقول لك ليه قافلين المدارس؟ العيال ما بيش بيصابوا، العيال هيحطموا بالطريقة دي، هيبقى عندهم كفاءة لس في العلم وفي الاجتماعيات وفي الفكريات وفي الرياضيات. فأنا ما أعرفش، يعني أنا رأيي مع ناس كتير بتقول افتحوا المدارس. يعني لو المدارس اتفتحت النهاردة وحضرتك عند الطفل سنه 8-9 سنين هتبعته المدرسة؟ بعته. طالما هياخد حرارة كل الأطفال التانية، يشك على كل الأعراض، ونتأكد إن ما فيش واحد في الأسرة بتاعتهم كان عنده كورونا. فيبقى ده طفل، ما هو يعني طبق الموضوع ده على نفسك، انت اب اسره وعندك اولاد ما فهمش حد عيان بالكورونا، واللي جنبك ما عندهوش، والاسره الثانيه ما عندهوش، طب ليه العيال دي كلها تتحرم؟ ما هم العشر اسر اللي انا اعرفهم ما فهمش ولا واحد مريض. فانا ليه وابعد العيال مثلا على دفعات اقل؟ يعني مش لازم يروح كل يوم، ممكن يومين او ثلاثه في الاسبوع. بالظبط. واخد جروب غيره يروح يومين ثلاثة الأخرى في الأسبوع. فبقى أنا برضو ربطه بالمدرسة وفي الروتين اليومي في البيت اللي اليوم اللي ما بيروحش فيه المدرسة. وده اللي ابتدى يحصل في كثير من الولايات اللي هي الريبابليكان صراحة يعني. للأسف أنها تحولت لمسألة سياسية. سياسية. وإن هنا في الولايات البلو اللي هي الديمقراط دلوقتي. أمر من الجوفرنر أنه ما يفتحوش المدارس. لكن ده لا يمنع برضو دكتور فوزي أنه في جزء كبير من الأهالي اللي عندهم أولاد في السن ده ما هماش كومفورتبل أنه يبعتوا أولادهم في الوقت اختيار. ده يبقى اختيار، ما فيش حاجة إجباري هنا. يعني كل اللي قالته الدكتورة أنجي عظيم ونقدر نعمله بقدر الإمكان في البيت. لكن لأن احنا دلوقتي يعني في أمور مفروضة علينا لا إرادية أن العيال ما يروحوش المدرسة. لكن الحقيقة اللي قالته كله تمام ونعمله وحط الفليفر البسيطة دي عليه. إنما من الناحية التانية مفروض المدارس تتفتح. ده في رأيي يعني. أتمنى الموضوع ده يدرس أكتر وأكتر، ويدرس بحيادية، ويدرس بزد عن العلم مش بزد عن البوليتكس. لأن الضرر اللي هيصيب الطفل
يمكن يكون أكتر من الضرر اللي ممكن يحصل لو راح المدرسة. ده كلام سليم على المدى الطويل بالذات. طبعا طبعا. طيب بالنسبة للأسرة الراجل والست هل التعامل معهم مع الضغط العصبي اللي بيجي مع الكورونا بيختلف ما بين الراجل والست؟ طبعا بيختلف. احنا عارفين ان التركيب العقلي للست يختلف عن الراجل بطريقة افضل. طبعا بطريقة افضل ما فيش شك. يعني اثبت العلم النيورولوجي اللي احنا بندرسه ان الكوميونيكيشن بتوين الليفت اند رايت هيموسفير اوف ذا برين اقوى جدا في الست عن الراجل. ده ميزة وده عيب برضه. ايوه هقول لحضرتك ليه. هو ده طبعا ميزة لان الست بنقول دايما ان هي مالتي تالنتد، يعني تلاقيها بتخيط وتطبخ وتتكلم في التليفون وتعمل كذا حاجة في نفس الوقت، لعندها القدرة العقلية بالكوميشن اللي حاصل بين الليفت والرايت سايد انها تعمل اكتر. الراجل ما عندوش الحكاية دي، عنده الكوميونيكيشن ضعيف جدا، عاوز يفوكس على حاجة وخلاص وخلص. ياخد قرار سريع، ما يفكرش كتير ساعات. فهم حضرتك ازاي؟ فدي ميزة، لكن في نفس الوقت هي عيب لان بتخلي الست مور ايموشنال. يعني تلاقي في جنازة الستات كلها بتعيط، الرجالة ما بتعيطش. فهم حضرتك ازاي؟ حصلت اشكال في البيت تلاقي الراجل مع جارك، تلاقي الراجل هو الواقف وهو المتصدر وهو المندفع وهو مش عشان الراجل ده، هو مخه عمل له سيت اب زي كده. تلاقي الست ريجريت شوية. فموضوع الكورونا ده تأثيره أكثر على الستات. الستات بتبقى emotionally more destroyed، more خايفة عن الراجل. دايما الراجل بيبقى أنا ما يهمنيش، أنا روح، أنا مش هعيا. والراجل دايما تلاقيه aggressive وياخد الريسك. إنما الستات العكس. ليه؟ لأن عندهم this emotional connection في البرين بيخليهم more emotional. فطبعا الاسترس بيأثر على الستات أكثر من الرجالة. طيب إزاي نقدر نريكوجنايز احنا انه في ساينز اوف ستريس في الفاميلي؟ يعني ازاي انا مثلا كالهيد اوف ذا هاوس هولد زي ما يقول، يعني بالزبط. انا ابص كده اقول ده واضح انه مثلا زوجتي عندها ستريس، او هي تشوف ان زوجها عنده ستريس، او بالزبط. الاولاد ازاي نريكوجنايز ده؟ طبعا دي اعراض. يعني انا لو ريكوجنايز ان مراتي بتتكلم كتير عن الخوف من الكورونا، ده اول حاجه. التردد والكلام الكتير عن الخوف عن من الكورونا، دي اول حاجه. تاني حاجه النوم بيقل، يعني لما الاقي مراتي مش بتنام كويس، مش بتنام كتير، الاقي ان هي بتحاول تتابع كل الاخبار عن الكورونا في التلفزيون، بتحاول ما بتاكلش از نورمال، بقت عصبيه، بقى خلقها ضيق، سواء مراتي او الراجل بالعكس. يعني الاقي عيالي عصبيين، بيفقدوا اعصابهم بسرعه، بيبقوا فيزيكالي اجريسيف. دي كلها اعراض ممكن تدل ان في حاجه، في تغيير حصل، في حاجه حصلت هنا. ليه مراتي ما بتنامش كويس؟ ليه بتصحى مفزوعه بالليل؟ ليه بتتكلم وهي نايمه؟ ليه ما بتاكلش كالعاده؟ واي شي لوست انترست ان هي تطلع وتقابل صحابها؟ ليه متعلقه قوي بالاخبار بتاعت الكورونا في التي في؟ كل دي ليه دايما تعبانه؟ لوزنج اوف انرجي، لوزنج اوف انترست، lack of motivations. كل الاعراض دي، فقدت الرغبه في كل العلاقه الجنسيه والسوشيال وكل ده، ما بتعملش اكل كالعاده، بتعتمد على الاوردرز والحاجات السريعه. ده بيقول على ان فيه هبوط نفسي حصل. وبهذه الطريقه انا ريكوجنايز في حاجه غلط هنا. بس مش بس كده، ده احنا لازم تريكوجنايز اور سيلف. لازم انا اراقب نفسي مش اراقب غيري بس، لازم اشوف انا اتغيرت ولا لا. مش بنام، باحلم، ببقى قلق، بصحى الساعه 5 الصبح ما اقدرش ارجع تاني انام، خسيت لاني ما عنديش نفس للاكل. كل دي اعراض الاكتئاب، كل دي اعراض القلق. فمجرد تشوف الاعراض دي ابتدت تكريب اوت ان ذا فاميلي او وان اوف ذا فاميلي ممبرز او يور سيلف، يو نو يور جوينج انتو ذا ريد اريا. طيب انا مبسوط خالص بالوصفات دي، لانك انت ربما بتوصف كثير مننا، كثير من العائلات اللي مرة بهذه الظروف. طيب احنا، انا مثلا كاب ادركت ان زوجتي عندها اضطرابات وانها ستريسد. انا مش بتكلم على نفسي، انا بتكلم عموما جنرال. او زوجتي شافت وقالت ده انا جوزي ما بينامش كفاية وبيصحى الساعة 5 الصبح، عمره ده كان دايما بينام، الحاجات دي كلها. نبتدي منين
العلاج أو نبتدي منين التعامل مع هذه النقطة؟ أول حاجة إن إحنا نطمن بعضنا. وأنا باخد المثال ده مع العينين بتوعي. أنا عندي مكالمات يومية في العيادة لا تتخيلها بهذا السبب. فأول ما العيان يكلمني يقول لي أنا قلقانة وأنا خايفة وأنا مش عارف اللي بيحصل، أقول له أنا أسألك سؤال واحد، كم واحد تعرفيه عنده كورونا؟ تقول لي ما ولا واحد. ما أعرفش حد. أنت عندك كم واحد في الأسرة؟ 4 عيال وجوزي ومش عارف مامتي. فيهم حد عيب كورونا؟ لا. طب يا ست أنت مضطربة ليه؟ ما تيجي شايف أنت بس عشان بتشوف التلفزيون تسمع الأخبار. فأنا بقول لك تسمع الأخبار once a day more, not more than half an hour at the end of the day. تديهم instruction إن هم يلمت الأسباب اللي بتعمل هذا القلق. دي نقطة، عادي أول نقطة في العلاج. أول نقطة قلل وجودك في الأماكن اللي بتجيب لك الأنكزايتي. دي تاني نقطة. أول نقطة إن أنت تثبت لهم فعليا إن أنت ما تعرفش حد عنده كورونا. يعني لو تعرف واحد أوكي، لكن ما فيش 10 من 50 اللي في العيلة جات لهم كورونا. ده في واحد، ده في اثنين، لكن ما فيش أغلبهم. وأنا بطمن العيانين بقول لهم أنا عندي مئات العيانين ولا واحد قال لي إن في واحد من أسرته جات له كورونا. أطمن عيان بأمثلة من العيانين التانيين، ومش بكذب، ده حقيقة. يعني أنا لو سألت أنت مثلا قدامي أهو، عندك حد عنده كورونا في الأسرة مثلا؟ لا، عندنا فعلا من حد بعيد واحد، يعني واحد بعيد، يمكن صح. عجوز، يمكن كبير، يمكن مش متحفظ. نعم. لكن بتقارن واحد بمئة واحد تعرفهم؟ ما هو برضو هو دي نسأل. فعلا اعتقد دي النقطة المهمة. ان انا ممكن اسأل، اعتقد ان كلنا دلوقتي في الوقت الحالي بسبب انتشار كورونا اعرف حد قريب من هنا من هنا، لكن نعم. هي النقطة اللي حضرتك اثرتها، ده كم واحد عيان تعرفه وكم واحد مش عيان تعرفه. بالظبط. فده اللي يخليك هتلاقي نسبة مختلفة تماما. وهي النسبة الى الان نسبة الوفيات هي 2.5%، يعني نسبة ضعيفة خالص. لا ليه، وحتى حضرتك بتقول ان ده مش نسبة صحيحة. يعني لا، النسبة مش صحيحة اطلاقا. لكن قبل ما نقول على الحاجات التانية، عايز اقولك حاجة عن النسبة دي. كم واحد بيموت every year من الفلو، من الانفلونزا؟ اكتر من كده، أكتر من كده بكتير. أو حوادث العربية. السنة اللي فاتت 59,000 people died من الفلو في أمريكا. 59,000. ما وصلناش الرقم ده أعتقد. ماتوا. وملايين أصيبوا. يعني لازم نقارن برضو هذا الفيروس بالفيروسات اللي قبله. نعم. هو بس ده زي ما تقول خبطنا في الوش فجأة. أي. وانتشر بسرعة. ومش عارفين نعالجه ازاي. بالظبط. فبقى دلمة، بقى كارثة. لكن الانفلونزا بتيجي كل سنة، بيموتوا في حدود 50,000 واحد كل سنة، بس عارفين ان في فاكسين، عارفين انه بيصيب العواجيز، عارفين انه يمكن ليه علاج، بقى استابلشت، مرض استابلشت. انما الكورونا مش استابلشت لسه. بالظبط. فعشان كده في ذعر وفي خوف. انما لازم ابص برضو للفيروس اللي قبله واقول ايه، ما هو بيموتوا ناس كتير برضو، ليه ما بنتكلمش عليه؟ شمعنا ده بس بقى مركز التفكير دلوقتي، بالإضافة أن الإحصائيات دي غير مظبوطة طبعا زي ما قلت لحضرتك. طيب دكتور فوزي، تفضل فنكمل الحتة دي. أول حاجة نراقب نفسنا والنوم والتغير في الطباع. أوكي. تاني حاجة ما نسمعش الميديا كتير. تالت حاجة أن احنا ما نتكلمش مع المتشائمين. ممكن حضرتك قلت الكلمة، في ناس بتخوفك. يا ده وكذا وده كذا، ده بيقولوا ده بيعيدوا. الناس اللي هي نيجاتيف دي بتسحبك معاها تحت. وبعدين نحتفظ بالروتين اليومي، الرياضة، السوشيال not gathering but the social communication through the internet. أكيد صحابي اللي كنت بقابلهم مثلا يوم الحد كل حد ونطلع ناكل، خلي كل يوم الحد ده يوم اتصالات. كلنا الخمسة ممكن نكون أو الأربعة على نفس اللاين أو على الزوم ونكلم مع بعض ونحكي في لبنان ونحكي في سوريا ونحكي في ده. يبقى كلنا طلعنا من هذا الإطار الكروني لمواضيع أخرى. فاهم إزاي؟ وبعدين المرونة النفسية. دلوقتي هذا المرض فرض علينا، ليس لنا اختيار فيه، وهو سلبي وهو كارثة. إزاي أنا أغير حالتي النفسية إن أنا أقبل هذا الوضع، لن أتطرق. ما تقولش يا لهو المصيبة وربنا بينتقم واللي حصل ده مش حصل ودي عمرها ما هتخلص وكلنا هنموت بسبب دي. سلبيات بتبين لي أن حالتك النفسية غير مرنة تتقبل الوضع اللي أنت فيه. ما كلنا بتحصل لنا تغيرات،
ما كلنا واحد عندنا ابن عيال مثلا ما بتنجحش بتسقط، ما هو ده بيحصل له خلل في الأسرة، لكن بنتقبله وبنستمر في البوزيتيفيتي. فاحنا يا ريت نبقى عندنا مرونة نفسية شوية، ان احنا نعرف في تغيير حصل انا هتقبله لغاية ما نرجع للحياة الطبيعية مرة تانية. طيب اولا تحليل جميل خالص اشكرك عليه، وفعلا واقع لازم نتعامل معاه طبعا. انا عندي سؤالين مهمين ضروري نتطرق ليهم قبل ما ننهي الحلقة لان وقتنا ابتدى يقرب. اول سؤال هو امتى الشخص يشعر انه هو لازم انا محتاج دلوقتي اشوف دكتور، لانه انا جربت كل محاولاتي ان انا اعمل الحاجات اللي حضرتك حتى قلتها لكن مش نافعه، ومش عارف انام بالليل عندي كل المظاهر دي كلها. امتى الشخص لازم ياخد ميديكيشن او يشوف دكتور؟ دايما بنرسم لاين ونقول كل الاعراض دي لو حصلت لكن انت قادر تفانكشن، يعني قادر عايش حياتك طبيعي، قادر تروح الشغل، قادر تعمل واجباتك، قادر تهاف الحياة الزوجية العادية، يبقى احنا في اضطراب بس في فانكشناليتي، قادر تأدي شغلك عادي، ما بتكلمش الشغل تقول انا مش هعمل النهاردة او ما تستحماش او ما تحلقش او ما، لو حصل تغير جامد في حياتك الفانكشن يبقى انت محتاج تشوف حد كويس. يعني دايما نربط بين الاكتئاب والليفل اوف فانكشن، فلو اثرت على الروتين بتاع حياتك وقف دلوقتي او تعطل يبقى لازم تشوف دكتور، لازم تشوف دكتور لانك محتاج مساعده، لان انتقل من حاله نفسيه لحاله عقليه. طيب. الكيميكالز اللي في المخ ابتدت تتعب وتشتكي، فاحنا عايزين نرجعها للتوازن القديم بالادويه. يعني لازم تعرف الفانكشن هو المقياس بتاعك، امتى اروح اشوف الدكتور او لا. كويس جدا. النقطة الأخيرة برضو عايزين نتكلم عليها ولو حتى سريعا، هي نقطة السويسايد، لأنه الظاهرة دي انتشرت كتير في الفترة الأخيرة، والإحصائيات بتقول إنها زادت بعد الكورونا بالذات في الشباب والتين إيجرز وحتى الكبار في السن. إزاي نعرف الشخص إنه ده ممكن يكون عنده سويسايدال تندنسي، يعني اتجاهات في الناحية دي، وإيه اللي محتاجين نعمله؟ هو غالبا السويسايد ما بيحصلش من الاكتئاب نفسه في الحالة دي، هو بيحصل من اللاسز. يعني واحد عنده بيزنس كبير والبيزنس ده مش قادر يفتحه، الانكم ما فيش، مش قادر يسبورت الفاميلي، دي غالبا بتؤدي الى حالات الاكتئاب والانتحار. الاكتئاب اللي بيؤدي للانتحار، الانتحار ان انا عندي كمية لاس كبيرة غير متوقعة، بقيت ديسابل، مش قادر اسبورت ماي فاميلي، مش قادر اكيب الهاوس. ده في ناس فقدت البيوت بتاعتها بهذا السبب. ده بيبقى إشارة إن أنت يعني إن ذا فولنربل، إن أنت ممكن تموت نفسك لأن عندك حالة من الخسارة والفشل الشديد جدا. فدي ده العامل اللي نبص عليه، لو واحد كانت خسارته كبيرة قوي وحصل له اكتئاب شديد ده ممكن ينتحر. دي أول حاجة. تاني حاجة لو ابتدى الواحد يفقد أمله في كل شيء، إن ما فيش أمل تاني، خلاص أنا ضعت وكل حاجة ضاعت، الحياة ليس لها قيمة، دي بقى statements، الهوبليس statements اللي لازم نبص عليها. في كمان حاجة تانية، ان الواحد قبل الانتحار بيدي كل ما يملكه للغير، يعني يدي هدومه لصاحبه، يدي عربيته لواحد تاني، بيبتدي يتخلص من املاكه. اغلب المنتحرين بيتخلصوا من املاكهم الاول، بيبقى عنده خطة ان انا هنتحر، فانا بحب فلان هديله عربيتي، بحب الولا صاحبي ده ما عندوش هدوم هديله هدومي، بيبقى في علامات ان انا I get rid of what I have. دي برضو من علامات الانتحار. وطبعا العلامة الاكبر ان هو بيحضر للانتحار. يعني الاقي ابني مثلا بيشتري حبل ملهوش استخدام، يبقى ده هيخنق نفسه. عايز يشتري جن واحنا مش محتاجين جن، ده برضو ممكن علامة مع الاكتئاب، مش يعني جن للفرفشة. يبتدي يبين علامات معينة تدل على ان في بلان للانتحار. فلازم نشوف الاكتئاب، الخسارة، البلان، و give up everything in life، دول علامات بتؤدي الى الانتحار. وغالبا اللي بينتحر ما بيقولش انا هنتحر. طبعا للأسف بينتحر. يعني دي المصيبة، يعني دي وللأسف، وده عشان كده احنا بنقول انه احنا
كأهالي لازم نبقى أو بس مش بس للأطفال، حتى للكبار في السن لازم نبتدي نلاحظ العلامات دي اللي حضرتك ذكرتها. مزبوط. وإذا لاحظناها نطلب بقى مساعدة. We have to seek Absolutely. help. Seek help. Hotline yeah. or hotline. Doctor أو مستشفى أو emergency room or urgent care. You have to go and tell him that's how I feel and I don't trust myself. Even police station you can go and do that. And a lot of people do that. في ناس يعني من نفسها بتروح وتكلم لأن طيب. دايما بيبقى جواك حتة صغيرة بتحميك. يعني أنا هموت نفسي بس إزاي أنا حسيب عيالي؟ بتبقى في حتة صغيرة جواك healthy. فدي اللي بتدفعك أن أنت تسيك هيلب دايما. ولو حد من الأهالي لاحظ أنه في عضو في الأسرة بيبدي بعض المظاهر دي لابد أن هو يتدخل ويطلب برضو المساعدة. Absolutely. لانه لو تثابت ممكن تكون خطيره. ده هو الاهالي هم غالبا اللي بيبلغوا اكتر من الشخص نفسه. مظبوط. دكتور فوزي تحليل جميل. انا السؤال التقليدي اللي دايما بساله للمضيفين الاعزاء ان انا اقول لهم في النهايه، هل انت بعد شايف كل الحل اللي احنا فيها، هل انت متفائل ام متشائم؟ انا متفائل على المدى الطويل. مفيش حاجه هتحصل قريب. يعني حتى لو الفاكسين طلع ما هوش 100% حل. يعني في ناس كتير حتى بتقولك لو طلع الفاكسين انا مش هاخده، انا ما اعرفش يمكن ليه اضرار في المستقبل. يمكن واحده ما تقولك انا ما اقدرش احمل او ابني هيجي مشوه او كذا. حتى لو الفاكسين طلع فهو يبقى حل للناس الكبار في السن اكتر من الشباب والناس الصغيره. لان ما فيش حاجه يعني الفاكسين ما يطلعش ابدا في 18 شهر، الفاكسين بيبقى 10 سنين على ما يطلع. صحيح. فبياخد وقت. انا بشجع الناس انها تاخده لو امكن، لكن ما هواش الامل اللي هيقضي على هذا الفيروس تماما. ما فيش الحل السريع السريع. فانا متفائل على المدى الطويل، وطبعا هينتهي. ما جاء قبله امراض كتيره، ما جات المكسيكان فلو قتلت نص العالم. صحيح. وراحت. صحيح. والبليج ما جه وراح. صحيح. فهو هينتهي بس امتى؟ لكن اللي أنا مؤثر فيه أكتر مش المرض نفسه، الخسارة اللي حصلت نتيجة لهذا المرض. الخسارة الاجتماعية والمادية والعلمية والعيال، يعني الخسارة الكبيرة مش المرض نفسه، نتائج هذا المرض هي دي اللي دمرت الحياة في العالم كله. إنما لو ماتوا كذا ألف واحد سكي، لو عيوا كذا مليون واحد سكي، بس إحنا خسرنا العالم كله بسبب هذا المرض. ده اللي أنا يعني مؤثر فيه أكتر. ده شيء سليم، ولكن حضرتك في النهاية بترى اللايت at the end of the tunnel وشايف إن شاء الله على المدى الطويل هيكون في أمل والأمور ترجع. وكلمة صغيرة جدا، عارف الوقت فضل. خلوا بالكم من الناس الكبار في السن. هم دول اللي أكثر عرضة. الناس الكبار في السن. يعني يا ريت ناخد بالنا من جدودنا والكبار، لأن دول very very fragile. وإذا كان كل انتباهنا على عيالنا ما ننساش أجدادنا، لان دول لما بيصابوا دول غالبا اللي بيموتوا. ده صحيح. ودول لازم ناخد بالنا منها. وده لما حضرتك بتقول ناخد بالنا، بتكلم كمان الشباب الصغيرين اللي كنا بنقول انهم شعارين ان هم مش هيجرى لهم حاجه. انت يمكن ما يجرالكش حاجه، لكن ممكن تنقل المرض ده للوالدك او لجدك. Absolutely. وهو ده اللي تخسره بسبب هذا. That's very true. وساعتها مش حت يعني مش حت ما تقدرش ترجع فيها. Yeah. خلاص. Yeah. Yeah. دكتور فوزي أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. جميل خالص. والحقيقة ألقينا الضوء جدا على الناحية السيكولوجية، ونتمنى أن احنا يمكن يكون لنا لقاء تانية بعد كم شهر كده ونتكلم بصورة مختلفة والأمور تكون الصورة صورة إيجابية. إن شاء صورة الله. إيجابية إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا ليك. شكرا دكتور أنجي على معلوماتك الجميلة. أحبائنا المشاهدين نشكركم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، ونراكم في حلقة قادمة من المسيحي والمجتمع. We'll be right back.